الحقيقة يعني بتفق مع كلام حضرتك، وسؤالي لحضرتك هو سؤال يدور في ذهن طبعا يعني الشعب الفلسطيني الذي يعاني كل يوم، وخاصة في منطقة القدس، وأيضا الشارع العربي الذي لا يفهم هذه الحفريات التي تدور كل يوم، رغم أن وجود هناك أيضا يعني خبراء من الناحية البيولوجية إسرائيليين، وهم أكدوا بأنه لا يوجد مكان لهذا الهيكل ولا هذه المزاعم. فما هو الحل؟ يعني إذا كان يعني مثبت فعليا دوليا بأن ليس لهم حق وأن المسجد الأقصى قائم فقط للمسلمين، يعني هذه الفجوة ما بين العالم وعدم إدانته ما تفعله إسرائيل، والحفريات اليومية التي تنتهك باحة المسجد وأيضا تنتهك قلوب الشعب الفلسطيني والعربي. من عشرات السنوات منذ احتلال عام 1967 والسلطات الإسرائيلية تقوم بحفريات مستمرة تحت المسجد الأقصى المبارك وفي كل مكان حول المسجد الأقصى المبارك، وحتى الآن لم تجد أي أثر يهودي في هذه المنطقة، ومع ذلك تدعي بمنطق الغطرزة، منطق القوة، منطق العنصرية، بالمنطق المدعوم للأسف من بعض القوى العالمية، مخالفة في ذلك كل القوانين الدولية. يعني الأردن استطاع في سنة 1980 يصدر قرارات من اليونسكو، وسنة 1981 وعشرات القرارات التي صدرت من اليونسكو، كل هذه القرارات تؤكد أنه هذا المسجد الأقصى المبارك هو خاص بالمسلمين بهذا النص القرار الصادر، يعني أن المسجد الأقصى صحيح بكل ساحاته خاص بالمسلمين. طيب ما إحنا السؤال حنقول أين اليونسكو من ما يحدث للمسجد الأقصى؟ هناك تهديد لهذا المسجد من كثرة الحفريات. في سنة 1981 الأردن استطاع أن يصدر قرار من اليونسكو أن يجعل المسجد الأقصى المبارك ضمن التراث العالمي المهدد بالانقراض. لماذا مهدد بالانقراض؟ بسبب الأعمال الإسرائيلية التي تجري وعلى رأسها الحفريات والاقتحامات والادعاءات ومحاولة تزوير التاريخ. ولكن تعرفي أختي الكريمة، اليونسكو ليست منظمة صاحبة قرار يمكن أن يتم تنفيذه، يعني ليست هي مجلس أمن، علما بأن حتى مجلس الأمن أصدر أكثر من قرار أنه على الأقل يعني قرار مجلس الأمن أنه القدس الشرقية هي أراضي محتلة بما فيها المسجد الأقصى وكل المقدسات الموجودة فيما يسمى بالقدس الشرقية هي أراضي محتلة، وأنه يجب على القوة القائمة بالاحتلال اللي هي سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تحترم هذا القرار وأن تقوم بتنفيذه وأن لا تقوم بتغيير الأمر الواقع الموجود في الأرض المحتلة بالقوة. ومع ذلك سلطات الاحتلال تضرب عرض الحائط بهذه القرارات وتخالف الشرعية الدولية اللي أكدتها عشرات القرارات، من قرار 181 الصادر سنة 47 إلى عشرات القرارات الصادرة بعد ذلك، ومع ذلك للأسف نتيجة يعني الحماية المفروضة لهذا الكيان من قبل بعض القوى الكبرى يعني تمنع اتخاذ إجراءات بالقوة لفرض هذه القرارات على هذه السلطات المحتملة.